بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نتوقف عند الصدمة والجدل الذي تثيره قضية متابعة فتاة في 14 من العمر بسبب مشاركتها في مسيرة للحراك الشعبي بمدينة عنابة، وتسلط قضية متابعة الطفلة سيرين زرفة الضوء مرة أخرى على مدى فداحة وضع الحقوق والحريات في الجزائر، كما يؤكد حقوقيون مع توالي التقارير الدولية التي ترسم صورة عن مدى قتمة الوضع. وفيما يتواجد والد الفتاة صالح زرفة في السجن منذ 8 أشهر، أكد محامي الفتاة إنها سابقة خطيرة أن تحاكم الفتاة القاصر على خلفية وقائع سياسية. من جهته قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي إن هذه سابقة وقد تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا من ذلك. تسلط قضية متابعة الطفلة سيرين زرفة الضوء مرة أخرى على مدى فداحة ملف الحقوق والحريات في الجزائر، كما يؤكد حقوقيون. وسيحاكم القضاء الجزائري للمرة الأولى الفتاة القاصر التي تبلغ 14 عاما على خلفية مشاركتها في مسيرة للحراك الشعبي بمدينة عنابة. وقال محاميها عبد الحليم خير الدين أنه من المقرر أن تمثل الفتاة الأربعاء المقبل مع 20 شخصا آخر أمام محكمة عنابة بتهمة التجمهر الغير المسلح. وأضاف خير الدين أنه يتوقع تأجيل المحاكمة لأن القانون ينص على محاكمة القُصر أمام قضاء الأحداث، ويعتزم تقديم الطلب بهذا المعنى في جلسة المحاكمة. وفيما يوجد والد الفتاة صالح زرفة في السجن منذ 8 أشهر، أكد المحامي أنها سابقة خطيرة أن تحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية. من جهته قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه سابقة وقد تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا منها. وأكد سعيد صالحي أن هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم. ويوجد في السجن أكثر من 300 حراكي بينهم 4 نساء بعد الإفراج أمس عن ريما زايدي إثر إنهاء محكوميتها ب6 أشهر. في المقابل قال وزير العدل عبد الرشيد طبي إن ما أنجزته الجزائر في سبيل المحافظة على حقوق الإنسان مهم ولا ينكره إلا جاحد. من جهته دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المدافعين عن حقوق الإنسان لتقديم الأدلة على ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للمجلس. وأثنى بوزيد لزهاري على قرارات تبون في العفو على أزيد من 18 ألف سجين بينهم سجناء رأي، وعبر عن أسفه لسجن ناشطي الحراك. وقد أثار كلام لزهاري الكثير من التساؤلات على اعتبار أنه يناقض نفسه، فهو نفسه كان ينفي وجود سجناء رأي، وكذلك الأمر بالنسبة لتبون. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الجزائر أستاذ سعيد زاهي المحامي عضو هيئة الدفاع المعتقلي الحراك، ومن مونريال سفيان شويتر الأستاذ سفيان شويتر محامي والخبير في العدالة الدولية الخبير في القانون الدولي. نبدأ من الجزائر أستاذ سعيد زاهي، قراءتك لمتابعة فتاة قاصر في 14 من العمر. مساء الخير سي جمال، ومساء الخير لزميلي الأستاذ شويتر وإلى كل متتبعي قناة المغاربية أينما وجدوا. شيء مواصلة للقمع أو للسياسة الأمنية القمعية التي انتهجتها السلطة الحالية، حيث أنه لم يسلم
أحد من المتابعات ومن السجن، من المحامي إلى رجل السياسة إلى الصحفي إلى الشيخ إلى المرأة إلى الطالب إلى وتكتمل سياسته الأمنية القمعية التي أتأسف كثيرا لها بمتابعة طفلة لم تبلغ بعد سن القانوني للمتابعة، وحتما في هذه القضية لأنه سن القانوني الجزائي 18 سنة، أنها تحال مباشرة لأن العبرة بسنها وقت ارتكاب الجرم إن كان جرم. هذا عيب كبير من الناحية السياسية الأخلاقية، طفلة صغيرة وجدت أو تواجدت مع والديها في مسيرة، فهذا لا يعطي لأحد الحق مجرد مساءلتها أو متابعتها، فما بالك بمحاكمتها مع أناس آخرين. أقول بأنه هذه السياسة الأمنية القمعية كما قلنا سابقا أثبتت فشلها، وثبت أنه سجن الجزائريين بغير وجه حق وبالتعسف في استعمال القانون أو باستعمال السلطة لسجن ولتكميم الأفواه لم يؤتى بأكله، وأنه المفروض أن السلطة سجنت في اعتقادها بين قوسين سجنت هؤلاء لتتفرغ للتنمية ولحل حالة مشاكل الجزائريين الكثيرة والعديدة. لكن الملاحظ والثابت الآن بعد مرور عامين من تسيير هذه السلطة ثبت أنه لم تنجح إلا في شيء واحد ووحيد، وهو الزج بأكبر عدد من الجزائريين في السجون، إلى جانب الآلاف المتابعات الجزائرية، إلى جانب عملية الاحتجاز على مستوى مراكز الشرطة الذي يجدونه في الطريق حاملا العلم الوطني أو مجموعات تسير في فوق الرصيف، يقتادوا إلى مراكز الأمن ويحتجزوا ساعات طويلة ويخلى سبيلهم في أماكن بعيدة في الليل. كل هذه التصرفات تصرفات غير قانونية غير دستورية، وصل يعني لا أستطيع أن أتصور أنا في جزائر 2022 أو 2021 تحاكم طفلة صغيرة وأي تهمة التجمهر غير المسلح، فهذا عيب وعار يضاف على هذه السياسة الخاطئة، السياسة التي أرهقت الجزائريين ولم تقدم لهم شيئا. وثبت بدليل من خلال تصريحات الوزير ورئيس حقوق الإنسان والرئيس الحالي أنها تصريحات متناقضة تؤكد التخبط الذي تتخبط فيه السلطة. طيب بالمناسبة نسمع ما قاله أستاذ سعيد زاهي، نسمع ما قاله وزير العدل. إنما أنجزته الجزائر في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان هام لا ينكره إلا جاح، وتبقى الجهود متواصلة على كل المستويات لترقيتها والتصدي بحزم لأي تعدي غير مشروع على الحقوق الفردية والجماعية بمساهمة المؤسسات المعنية بهذا الموضوع وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا جميع مناضلي ومناضلات حقوق الإنسان الصادقين في سعيهم الحثيث للوصول إلى أعلى درجة التفعيل والتنسيق لحماية الحقوق والحريات. هنيئا لنا الاحتفال بهذا اليوم. أستاذ سفيان شويطر، هذا كلام الوزير أنه لا ينكر إلا جاحد ما أنجزته الجزائر في سبيل حقوق الإنسان، في المقابل صورة الجزائر كنا نتابع قصصات المواقع وكالات الأنباء العالمية بكل اللغات عن متابعة فتاة قاصر في عمرها 14 سنة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة للجميع. وفي الحقيقة كما أشار الأخ الزميل الأستاذ سعيد زاهي، الآن نحن أمام سياسة ممنهجة، يعني بوليتيك سيستيماتيك، وهذا في الحقيقة حتى المراسلة للمقررين للأمم المتحدة ولنائبة الفريق العام الخاص بالاحتجاز التعسفي للتابعين للأمم المتحدة
في بعض القضايا من بينها قضية متعلقة بقاصر آخر وهو الطفل سعيد شتوان، وأنا أعتقد حتى الطفلة هي طفلة في الحقيقة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت على الجزائر. هناك سياسة ممنهجة أولا للاعتقالات السرية والاعتقال التعسفي التي مست كل المشاركين في الحراك أو المتظاهرين في الحراك حسب المصطلح الذي استعمل في المراسلة. إذن هذا المعاينة التي هناك نوع من الاتفاق الحقيقي ما بين الخبراء الدوليين التابعين لهيئة الأمم المتحدة، المنظمات الغير حكومية كأمنيستي والفيدرالية، مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، من رايتس جروب إلى آخره، كل من المنظمات والمنظمات الأخرى حتى المركز حقوق الإنسان لنقابة المحامين الأمريكيين إلى آخره، والمنظمات المحلية كالرابطة الجزائرية والمحامين هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك. إذن هناك إجماع من الأشخاص الجادون لأن هذه الخبراء سواء من المنظمة الأمم المتحدة وهي منظمة انتر جوفرنمونتال، منظمة ما بين الحكومات، والمنظمات الغير حكومية سواء كانت دولية إقليمية أو محلية. الكلام الآخر تاع وزير العدل تاع رئيس المجلس حقوق الإنسان المتناقضة بعد ما نفاو في الحقيقة الأمر تاع وجود السجناء الرأي، رغم أنه أنا متأكد أنه لا يعرف ولا يفرقون ما بين سجين الرأي وما بين السجين السياسي، ولكن لا يهمنا هذا لأن الآن أصبحت واقع بالنسبة للمؤسسات العالمية وحتى البرلمان الأوروبي، في حتى رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، وهناك حتى معلوماتي الخاصة هناك تواصل، هناك نقاشات ما بين المفوضية الأوروبية والسلطات الجزائرية، في حتى نوع من إشكال كان يفترض أن المفوض السامي الأوروبي للشؤون الخارجية والقضايا الأمن جوزيف بوريل أنه يزور الجزائر قبل نهاية السنة، وأعتقد أنه تم إلغاء أو إرجاء الزيارة بسبب عدم الاتفاق التفاهم على جدول الأعمال من بينها قضية ملف الانتهاكات حقوق الإنسان. الآن تمكنا على الأقل على مستوى المؤسسات حتى على مستوى الحكومات العالم على وجود هناك سياسة ممنهجة للتجريم، لأن القضية الطفلة سيرين لمسة الطفل وهي ليس فقط الوحيدة، لأن حتى الطفل سعيد شتوان الذي تعرض لاعتداء جنسي في رهن الاعتقال ثم سلبت حريته لعدة أشهر تحت غطاء ما يسمى بالحماية الطفل، ولولا التدخل المقرر للأمم المتحدة حول التعذيب لما يطلق سراحه، يعني كان وهي سياسة الأخذ الثأر، يعني الانتقام، انتقام من الأطفال، وهذا عمل في الحقيقة بعدهم هم يتكلموا على الجاحدين وأنا أتكلم على الجبناء للاش، لأن الجبناء هم الذين يعتدون على الأطفال في الحقيقة الأمر، لا يمكنهم ولا يستطيعون مواجهة الأشخاص الراشدين اللي يواجهونهم بالحقيقة، فينتقمون من الأطفال، ينتقمون من الطفلة سيرين لأن عائلة ووالدها المعتقل الرأي سجين الرأي الذي هو ينشط نشاط سلمي لحقوقه من أجل الحقوق من أجل لا يتفق مع السياسة الحكومية، وهذا أمر وهذا حق دستوري وحق بالاتفاقية الدولية. نفس الشيء أنه سعيد الطفل سعيد شتوان تعرض لهذه الاعتداءات وهو في رهن الاعتقال أمام الضبطية القضائية ثم سلبت حريته لمدة زمنية معينة لعدة أشهر فقط لأنه كذلك مارس حقه، مارس في حقه في المشاركة في المسيرات السلمية، والكل يعرف وأتحدى السلطات الجزائرية بكل أجهزتها من أجهزات القضائية الأمنية بمختلف أسلاكها بالدبلوماسيين أن يثبتوا أن هناك مسيرات ومظاهرات
قد تعرضت الأمن العام للاضطرابات، وقعت أعمال الشعب أتحداهم، والعالم يشهد لمدة سنتين أن الشعب الجزائري مارس هذا حقه بكل سلمية، وبالتالي لا يوجد أي مبرر، أي ممرر سواء مبرر سياسي أو أخلاقي أو قانوني على تقييد هذه الحريات ومنع هذه الناس، بل عكس أنها أصبحت ينتقمون من الأشخاص، بل عدوا ينتقمون من الأطفال، وهذه صفة من صفة الجبانة. سفيان شويطر، نسمع في المقابل ما يقوله بوزيد الزهري رئيس مجلس حقوق الإنسان. نحن قلنا بأن رئيس الجمهورية مارس اختصاصه في العفو من أجل إطلاق أكثر من 18,000، أنا قلت 15,000 في هذه السنة، 18,000، ذكرني سيد وزير العدل بأن 18,000 وليس 15,000، ونحن نشجع هذا الاتجاه لأننا لا نريد أن يكون هناك أشخاص يعني في السجن، يعني نستخدم الوسائل الأخرى وليس. ثم أنه بالنسبة لناشطي الحراك يعني بالأساس منا، نحن كما تعرفون مع أن بالنسبة للصحفيين لا نريد أن نرى أحدا منهم في السجون يعني بطبيعة الحال، ولهذا فنحن شجعنا عملية يعني إطلاق سراحهم وطالبنا في الاستمرار. أقول لك بالنسبة لوضعية حقوق الإنسان بصفة، ماذا تقول التقارير الدولية عنا؟ تقول لا يوجد قتل خارج القانون، تقول لا يوجد اختفاءات قصرية، تقول لا يوجد يعني عمليات ممنهجة واسعة للتعذيب. هناك أنا لا أنفي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن ليس سياسة الدولة هي انتهاكات من طرف أشخاص معزولة، ونحن هذه الحالات عندما تصل إلى علمنا نعمل على التحقيق فيها، لأننا كل من ينتهك حقوق الإنسان فيجب أن يتابع ويحقق معه ويدان إذا ثبتت ضده الجريمة. وأنا دعوت كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الناشطة فيه أن تساعدنا في مهمتنا، بمعنى إذا كانت لديها اقتراحات بالنسبة لترقية حقوق الإنسان فأهلا وسهلا، وإذا كانت لديها أي ادعاءات بخصوص وقوع انتهاكات حقوق الإنسان الشرط الوحيد أن تكون موثقة. إذن هذا أبو زيد الزهري، انضمت إلينا في النقاش سيدة أمينة مغراوي الناشطة الحقوقية والنقابية. أبو زيد الزهري يقول من لديه إثبات فليقدمه، أليس متابعة فتاة قاصر 14 سنة أكثر من دليل وإثبات؟ عفوا، مساء الخير أخ جمال، مساء الخير للضيوف، مساء الخير للمشاهدين المغاربية. على كل حال هما عفوا الناس اللي تابعين للنظام وأتباع النظام واللي طبلوا للنظام، يعني هذا شيء طبيعي، هما راهم في دورهم، هذه مهمتهم، هذه مهمتهم وتزوير الحقائق، هما اللي يزوروا الحقائق، لأنه إن كان فيه حقيقة إطلاق سراح أو العفو الشامل، العفو على الآلاف من المسجونين، فعلا كان إطلاق سراح الآلاف، ولكن ما كانش منهم السياسيين ولا المتابعين بأصحاب الرأي، ولا يعني والا المؤثرين، يعني كان منهم لي ديتيني دي دوا كومان، هذا عرفناه كل عام تصرا على في كل مناسبه تصرا، يعني هذا لا حدث بالنسبه لحقوق الانسان، هذا لا حدث، لانه اليوم كاين واحد الطريقه يخدموا بها عندهم، وهو معناته كل يوم المتابعات القضائيه تزداد، يعني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم خميس جمعة سبت الحد الاثنين ثلاثة إلى آخره يوميا فيه المتابعات. بالأمس واليوم كان توقفت في الجاية في 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 في, في مدن أخرى، إذا المتابعات والتوقفات عمرها ما حبست، هذا هو، هذه هي الحقيقة الآن. بالنسبه للتعدي على حقوق الاطفال، ماشي اول مره، لانه ما ننساوش لو سيجور دي زانفون نتاع مستغانم نتاع غليزان ونتاع وهران
الأطفال اللي في عمرهم 8 سنين وخمس سنين وفوتوا نهار كامل في الكوميساريات. يعني هذا يجيهم قليل، هذا مسبوح به، هذه ماشي خروقات، هذه ما كانش من ممكن يفتحوا فيها كما يقولوا هما دي زونكات، ما كانش لازم يبحثوا شكون هو اللي كان مسؤول على توقيف الأطفال أكثر من 12 ساعة في لي كوميساريا. هذا شيء طبيعي، هذا شيء عادي، هذا ما يأثرش على الأطفال، هذه سي با اون فاسون دو بريزي لي زونفون. هذه يعني باش تعرف بأنه احنا كي شغل الرأي العام تعود كاين واحد لا باناليزاسيون، تطبيع نتاع الغير طبيعي، التطبيع نتاع الغير طبيعي، الناس ولات ما تتأثرش كثير 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 بما يجرى بالنسبه للقصر، بما يجرى للأطفال، بما يجرى للنساء. واللي قال كان عند ما صرح قال باللي احنا ما عندناش لي ديسباري. انت كي توقف الانسان، كي توقف كي بس السيده فاتحه من عنابه، كي وقفتها اكثر من 20 وواحد ما عارفها وين راهي، والمحامين يجروا من محافظه الى محافظه ومن سجن لسجن بلا ما يلقاوها، هذا عادي. كي توقف الحراكيين اكثر من 15 يوم، اكثر من سمانه، اكثر من 6 ايام ورا ايام، والاهالي بدون يخبر عليهم، هذا طبيعي، هذا عادي، هذه ماهيش فروقات، هذه ماهيش دي كيدنابين، هذا ماهوش اختطاف. يعني نشوفوا باللي ما نقدروش كلامهم هما بالنسبه لنا لا حدث. انا اللي شي اللي ندد به هو اللي شي اللي ندد به اللي هاد الصحف نتاعهم، هاد القناه التلفزيونيه، هاد الصحف، هاد الجرائد اللي راهي قاعده وتغلط في الناس وقايمه بواحد البروباغندا، قايمه بواحد الانتوكس، وقايمه كان تمد في اخبار كاذبه باطله، وكانه الجزائر جنه ولا الجزائر سويسرا. يعني انا نقول هذا قنوات العار وهذه صحافه العار، ارجعوا لوعيكم. بالمناسبه انا نفتح قوس مدام شويه مدام اشرتي الى هذا الموضوع سيده امينه، ولا ما قدرتوش تقولوا الحق، ما تقولوش الكذب. بركات انتم اللي راكم سببتوا، انتم اللي راكم وزت لو سوبور، انتم عليكم اللي راهي ترتكز العصابه، انتم راكم تخدموا في العصابه ضد الشعب. هذه الصحافه، هذه صحافه العار هي اللي رايها لكتنا كثير، والدليل عن ذلك انا نشوف الحمله، الناس اللي تضايقت بزاف من الحمله التحسيسيه ولا الحمله التضامنيه مع سيرين، اللي حرجتهم الحمله التضامنيه، ما غرضهم شكون عليه، لماذا بعد الناس واللي كانوا حاسبينهم كنا حاسبينهم وطنيين ولا ايجابيين، صبحوا اليوم ما عجبهمش الحال عندما قامت حمله تضامنيه مع سيرين. هذا الشيء اللي كان انا ما نستنكره، لانه غير طبيعي، غير طبيعي باش تكون حمله تضامنيه مع طفله اللي الاب في الحبس والام متابعه قضائيا وهي متابعه قضائيا واسمها مذكور في الملف من ضمن كل القائمة نتاع اللي راهم ينتظروا في الوقت نتاعهم، لأنه عاد ما تكون برك مازالوا ما برمجوش، ما فيش تاريخ الوقوف تاعهم أمام القاضي، ولكن راهم موجودين، اسمها مذكور، كامل الناس قراوا اسمها من ضمن إما الموقوفين أو اللي راهم ينتظروا في الحكم نتاعهم. إذا ما يجوش يقولوا لنا اليوم بأنه كاينة حملة كاذبة وغالطة و يعني، والدليل عن ذلك شفنا شفرة شتوان، يعني ماشي أول مرة اللي يكون اعتداء على حقوق الطفل القاصر. هذا اللي نستنكرو ثاني هو ستانطا، يعني خطوة جديدة في القمع، خطوة جديدة خطرة في المساس بالحريات. طيب يعني ابقي معنا سيده يمينة مغراوي لو سمحت. سيده يمينة لو تكرمت ابقي معنا، نسمع الان في المقابل ما يقوله مره اخرى بوزيد الزهري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. للاسف
وأقول بعض وأسمح لي نفسي أقول بعض الخونة متواجدين في الخارج الذين الآن تم تأكيد بارتباطهم بأعداء الجزائر، يعني كل مساء وهم يأتون ويجلسون ويبثون السموم ولا يقولون لنا من أين يعيشوا، منين تأتيهم هم الصهارد هذه، من اللي يعطيهم كل هذه الإمكانيات باش كل مساء وهذا الاجتهاد ينتظرون أن يركبوا على دبابات ويدخلوا كما دخل العمالة في العراق كانت فيه يعني أمريكا وتم تحطيم العراق إلى آخره، لكن هي هات في الجزائر بكل أجهزتها وخصوصا بشعبها، لأن التفاف الشعب حول مؤسسات وخصوصا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي هي مستهدفة بكل الضربات لأنها هي العمود الفقري للجزائر. إذا كان هذا بوزيد الزهري. سأتي إليك سيد سفيان شويتر في التعليق، ولكن دعنا نسمع سيد سعيد الرزاهي. هذا خطاب بوزيد الزهري، وقبله كان يتحدث عن إطلاق سراح عن الحراك وعن إطلاق سجناء الرأي، رغم أنه كان ينفي وجود سجناء رأي، وتبون كذلك الذي يثني على قراره ويدعو ناشطي الحقوق والحقوقيين إلى إثبات أن هناك انتهاكات في حقوق الإنسان. أليست قضية سيرين قضية نموذج إذا كان هناك حديث عن إثبات؟ ليست نموذجا فقط سي جمال، وإنما فضيحة بأتم معنى الكلمة، وسأستعمل عبارة أكبر وهي دناءة ما بعدها دناءة. حينما نصل إلى طفل جزائري سجنت والده ثم تسجن أو تتابع ابنته البالغة من العمر 14 سنة، لا أجد كلاما أكثر مما قلت في حق في هذه الفضيحة الكبيرة. أما ما بالنسبة لرئيس حقوق الإنسان الدكتور الزهري، للأسف دكتور في القانون الدستوري ويعرف جيدا المفروض شارك في كل تقريبا في كل دساتير الجزائر ويعرف صلاحيته الدستورية، البارحة فقط في هذا المنبر منبر المغاربية سي جمال وكنت معكم وتحديته إن أراد فعلا الاطلاع على الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان في الجزائر، قدمت تحديته بأن أعطيه رقم هاتفي ومكتبي ويطلع بنفسه على هذه الملفات، ولكنه نفى نفيا قاطعا ما جاء على لسان هيئة، خاصة هيئة الدفاع معتقلي الحراك والرأي. الآن نجد أن النغمة أو التصريحات تغيرت من النقيض إلى النقيض، وأصبح يعترف بإطلاق سراح أكثر من 15,000 أو 18,000 سجين رأي، ويعترف بوجود انتهاكات حقوق الإنسان ويعترف بأكثر من ذلك. بينما وهذه التناقضات في التصريحات تؤكد ما قلناه سابقا، بينما وزير العدل الذي في اجتماعه مع الاتحاد الوطني المحامي الجزائريين اعترف صراحة بلجوء القضاة إلى الحبس المؤقت بصفة مفرطة منافيا للقانون من جعل الحبس المؤقت إجراء استثنائيا وليس أصليا، وطلب في بيانه مكتوب ومنشور على موقع وزارة العدل أنه يجب بهذه العبارة الحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت، بينما رئيسهما نفى كلية واتهمنا بأننا نقول كلاما غير صحيح ولا نتكلم إلا عن من دخل السجن وخرج منه. في ظل هذه التصريحات والتناقضات أذكر رئيس حقوق الإنسان دكتور الزهري بالعودة إلى المادة 211 و212 من الدستور الجزائري، ويطلعنا إن كان فعلا يمارس حقه الدستوري، لأن المادة تصرح تنص صراحة على وجوب تقديم تقرير سنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان وحول وضعية الإنسان في الجزائر، تقرير سنوي يقدم للرئيس وعلى الرئيس أن ينشره. هذا التقرير في العام الثاني لم نلحظ وجود نشر أي تقرير أو وجود هذا التقرير أصلا. أيضا حينما يطلب
رئيس حقوق الإنسان دكتور لازاري يطلب من الحقوقيين ومن المحامين ومن المنظمات أن تقدم له ما يثبت انتهاكات الحقوق الإنسان، وماذا تفعل وأنت سيدي خلف في مكتبك المريح وتتهم الناس بالخيانة يمينا وشمالا؟ والأكيد ما أعرفه هو الأكيد أن هؤلاء لم يغتنموا ولم يتمرغوا في الريح في الريع، ولم يأخذوا من أموال الجزائر كما أخذ سيبو زيد لازاري طوال حياته، سواء كسيناتور أو كرئيس حقوق الإنسان أو في مشاركاته المتكررة في نفس الدساتير. إذن لا نريد درسا في الوطنية من أحد، نريد فعلا، نريد تفعيلا للدستور، نريد تطبيقا. وزير العدل حينما يقول لا ينكر ما قدمته الجزائر في مجال حقوق الإنسان إلا جاحد، لست جاحدا. صحيح على مستوى النصوص توجد نصوص تعزز من احترام حقوق الإنسان في الجزائر، وخاصة الدستور الجديد المادة 171 حينما تلزم القاضي باحترام الاتفاقيات الدولية وتطبيق القانون الدولي الذي أصبح اسمه على القانون الوطني، ووجود 34 مادة تتعلق بالحريات الفردية والجماعية. صحيح أتفق مع الوزير في وجود النصوص، لكن في التطبيق دعني إذا كان هناك وقت أن أعدد مئات الحالات من الخروقات والانتهاكات الحقوقية للمواطن الجزائري. أولا سي جمال خليني نقدم برك نماذج فيما يخص رئيس الحزب فتحي غراس، فيما يخص زميلي والأستاذ أرسلان عبد الرؤوف، وجود أيضا أشياء. مثلا نمد الصحفي والإعلامي سي فضيل بومال الذي توبع ثلاث مرات وسجن ثلاث مرات، تم خلاله في مرحلتين في قضيتين تم تبرئته على مستوى المحكمة وتأييد حكم البراءة على مستوى المجلس مرتين مع استرداد محجوزاته. هذا إعلامي يملك وسائل يقتات منها، هي خبزته، حرموه من الخبزة تاعه، طالب استرداد محجوزات مع أنه الحكم يأمر باسترداد المحجوزات، إلا أنه ليوم إلى غاية هذه الساعة يحرم من وسائله. هناك إلى جانب سجن الناس على باطل ومتابعتهم بمحاكمات عديدة مرهقة، إلا أنهم بعد الخروج من السجن يجوعوا لأنهم لا يدمجوا في مناصب عملهم، وأيضا حرمان الناس من أن يتعاون أولاد الناس اللي راهم في السجون، يعني فيه عملية طمع والتجويع لعائلات بأكملها. مئات آلاف العائلات الآن متدمرة من هذا الوضع. ماذا ربح سي رئيس حقوق الإنسان أو وزير العدل أو الرئيس أو الدولة وهناك أو الشعب الجزائري من هذا القمع؟ من استفاد في هذا؟ لا الكلام لا، لم أعد أحتمل في هذا البلاد كلاما عن الوطنية وعن من يخون في الناس. إذا أردتم الحساب فلنتحاسب، سهل الحساب. أنت سي بوزيد لازاري أكلت في كل الأنظمة، ماذا أعطتك الجزائر وماذا قدمت للجزائر؟ طيب. إذا أردت أن نعرف من المستفيد من الريع ومن مزايا السلطة على حساب الشعب الجزائري، فأنا مستعد لأن نكشف الحساب لكل مسؤول يقول كلام ويتهم بعض الجزائريين بالخيانة دون دليل، دون فعل مادي، دون إدانة نهائية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. لا يجوز لأي جزائري، وهذا رئيس حقوق الإنسان، معذرة جمال أكمل هذه الفكرة وأتوقف، رئيس حقوق الإنسان حينما يتهم الجزائريين من غير تقديم دليل، من غير وجود حكم قضائي يدين هذا الشخص بالخيانة، فهو لا يمثل حقوق الإنسان، وهو ينتهك، وهو رئيس حقوق الإنسان ينتهك قرينة البراءة، وبهذا لا يكون أهلا لهذا المنصب ولا يكون له أي مصداقية في الكلام عن ترقية حقوق الإنسان في الجزائر. طيب استاذ سفيان شويتر، طبعا في المقابل بوزيد لازاري يقول هذه كلها كلام تقارير دولية
فقط تستهدف الجزائر، وطبعا كان يستعمل الخوانة في الخارج يبثون السموم، بينما التقارير الدولية تقريبا يوميا ترسم صورة عن وضع قاتم في حقوق الإنسان. مجموعة منظمات حقوقية أصدرت بيانا عن تفشي محاكمة الإرهاب بتهم مزعومة يسلط الضوء على تراجع الملحوظ لوضع حقوق الإنسان، تقرير لمنظمة منا كذلك بالإنجليزية وبنسخة بالعربية عن وضع كارثي لحقوق الإنسان، بينما بوزيد الزهاري بالعكس يطلب أن تقدم هذه الدلائل عن انتهاكات حقوق الإنسان ويتحدث عن سموم وعن خونة في الخارج. خلينا من الكلام تاع هذه الخونة، هذا الإنسان كي يعود الإنسان فاقد للحجة من السهل أنك تتهم الأشخاص بهذه الألفاظ، يمكن حتى الفريق الآخر يمكن أنه يتهمه هو بالخيانة، لأنهم اللي أدوا اليمين الدستوري خاصة رئيسه أدى اليمين على المصحف الشريف باحترام الحقوق والحريات الأساسية وينتهك هو نفسه ينتهك الحقوق. خلينا من الموضوع هذا، أنا تمنيت للأسف ربما زميلي المحترم زاهي عندنا نفس المشكل، يعني لأن الأستاذ بوزيد الزهري هو تاني كان مدرس تاعي، يعني درست عنده في مادة القانون الدستوري في جامعة قسنطينة للأسف، لكن يعني للأسف ولكن الحقيقة لابد أن تقال. أولا لابد على الأستاذ بوزيد الزهري أنه يرفع شوية في المستوى العلمي تاعه حول كيقول لك تنعدم ما كانش هناك حالات الاختفاءات القسرية. أولا لازم يفهم الأستاذ بوزيد الزهري اللي عنده دكتوراه في القانون الدولي الإنساني في بريطانيا حول الاتفاقيات جنيف الأربعة، وأنا طالعت الحق كون كنت طالب تاعه وطالعت على الأطروحة تاعه أن الاختفاء القسري هي جريمة مستمرة، سيتان كريم كونتيني، جريمة مستمرة، وبالتالي عندما تكون السلطات لم توضح مصير المختفين قسريا فهي جريمة مستمرة وتبقى. وهذا أنا أطالبه أن يرجع إلى الاجتهادات القضائية للجريسبيدونس، خاصة أول اجتهاد قضائي أصدرته المحاكم الشيلية في قضية العقيد آنذاك في عهد بينوشيل كروسنوف. أتمنى أنه يطالع شوية إذا كان عنده الوقت والقدرة على المطالعة في القانون المقارن والقانون الدولي. ثانيا في سبتمبر، في 27 سبتمبر 2021 الحكومة الجزائرية، وأعتقد أنه يطالع على ذلك، كانها تمت مراسلتهم من قبل مقر الأمم المتحدة حول الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والفريق العامل للاختفاءات القسرية ومقر الأمم المتحدة حول الاغتيالات خارج نطاق القضاء، وتكلموا عن أنه أجماعة نسيت قضية الاختفاءات القسرية في عهد السنوات التسعينات، هناك كذلك قضية الإفلات من العقاب، لا توجد هناك تحقيقات، أولا لا توجد هناك تحقيقات معمقة ونزيهة في الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان التسعينات، هذه الأولى. اثنين أن العائلات المختفين القسريين لم يتم إظهار الحقيقة تاعهم، وبالتالي فهي جريمة مستمرة، سيتان كريم كونتيني، سيتان كونسيبت مانيش عارف لكن يعرف هذا الكونسيبت. إذن على الخلاف اللي يقول لك ماهوش موجود في التقارير الدولية وهذا كذب للأسف رغم سنه يكذب، أنا نقول للناس تروح الموقع تاع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فيها كامل، يعني كي يطلعوا للجزائر يلقاو مراسلة في 27 سبتمبر 2021. أما عندما يتكلم الأستاذ بوزيد الزهري يقول لك جيبوا لنا الأدلة، أنا نقول له مثلا على سبيل المثال كما قالها زميلي زاهي كان كثير إلى آخره، نعطي على سبيل المثال وهي قضية وليد نقيش الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب أمام داخل المخافص والشرطة والأمن الداخلي في مركز عنتر. هناك شكوى رسمية تقدموا بها سجلوها محامي في 23 جويلية 2020، أقول 23 جويلية 2020 وهي مسجلة برقم إلى آخره الحوزة، لم يفتح التحقيق ولم يسمع وليد نقيش إلى يومنا هذا ماذا تعرض. في هناك طالب
قدموه محاميه في نفس التاريخ 23 جويلية 2020 إلى قاضي التحقيق، لأن كانت القضية آنذاك ما زالت التحقيق، على عرض وليد نقيش على خبير لملاحظة للفحص ومعاينة الآثار. خليني نكمل نسمعك. هذا ولا دليل، احنا اعطينا لهم المحامين قدموا لهم لا بال في يده، ما يجيش يقول لك اعطينا الادله، افتح التحقيق معمق. المحامين قدموا الاجراءات وقاموا بالاجراءات، طلبوا خبير، لان انا ذاك السيد وليد نقيش كان في حاله يرثى لها، يعني هذه في 2020 يعني تقريبا شهرين او شهر من اعتقاله الى اخره، طلبوه يرفض بمقارب امر قاضي تحقيق يرفض تعيين خبير الى اخره. اذا ما يقولوناش، المهم هناك تراجع ما اشار اليه زميلي زاهي، وهو بدايه الاعتراف على وجود المعتقلين وانه يتمنى الاطلاق والعفو الى اخره، لان في الحقيقه هناك ضغط دولي ربما ما نشوفوش، المواطن العادي لا يرى الضغط الدولي الموجود عليهم. ثانيا أن الجزائر تريد أنها في التفاوض مع المقر الأمم المتحدة للزيارة، هناك اتفاق مع مقر الأمم المتحدة حول حق المظاهرات، حق التجمع والمسيريات، واتفقوا على أن سبتمبر المقبل سيزور إلى الجزائر للتقصق على وضعية حق التظاهر السلمي والتجمع السلمي. ثانيا أن الجزائر، وهذا الأهم لأنهم بدأوا يفكروا، لأن الجزائر دور تاعها في نوفمبر المقبل فيما يسمى بالفحص الشامل الدوري أمام المجلس حقوق الإنسان، وهناك منظمات تعد ونحن نعدد تقارير حول الحالات إلى آخره، وأنها ستقدم للدول، والدول الجزائر ستعرض أمام 47، وهي في الحقيقة ليس فقط 47 دولة اللي عضو في المجلس حقوق الإنسان، وإنما كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستطرح أسئلة على الممثل الدولة، عادة يكون وزير الخارجية يفترض مع بعثة إلى آخره، ليبين للعالم ما هي الإنجازات، وهذا هو الامتحان، لأن هنا سنكشف أمام الرأي العام بالوقائع. أولا هذه الخروقات، التعهدات الحكومة الجزائرية في 2017 يعني في الفحص السابق أمام مجلس حقوق الإنسان، ووافقت على التوصيات على احترام التوصيات، إلى يومنا هذا لم تحترمها، وبالتالي هذا النظام الجزائري سنبينه أمام المجتمع الدولي، ويسمينا خوانا ولا كما يحب، حتى لو يجيب حتى فتوى من المجلس الأعلى الإسلامي بتكفيرنا، نحن مواصلون على كشف هذا الوجه الحقيقي للنظام أمام العالم، وسنحمل مسؤولية الدول العالم على تحمل مسؤوليتهم في حماية حقوق الإنسان، ما دام أن هذا النظام ليس لديه أي إرادة سياسية على احترام تعهدات دولية. يبقى معنا أستاذ سفيان شويط، الفاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، نناقش فيها واقع حقوق الإنسان عموما في الجزائر، وهذه المتابعة القضائية لطفلة في 14 من العمر سيرين زرف، انضم إلينا في النقاش عبر الهاتف من الجزائر الدكتورة وسيلة بلطرس المتحدثة باسم تنسيقية عائلات المختطفين، الطبيبة النفسية الأخصائية النفسانية. دكتورة وسيلة بلطرس، طبعا ناقشنا البعد القانوني بالأبعاد الاجتماعية، الأبعاد النفسية، بالأبعاد الأخلاقية حتى، كيف تقرأين قضية سيرين 14 سنة طبعا تتابع إلى جانب نحو 20 شخص 14 سنة، وطبعا والدها عنده 8 أشهر وفي الحبس صالح زرفة، والعائلة أيضا تعرضت كم من مرة إلى مداهمات من قوى الأمن.
السلام عليكم أستاذ جمال، شكرا على الاستضافة. صحيح الأطفال، سبق لي يعني قبل أشهر أن تحدثت إلى السيدة ظرفة، ووقتها كانوا الأطفال تحت تأثير نفسي كبير، يعني بمجرد اعتقال الوالد تاعهم ثم المتابعة، يعني ظلوا لي أكثر من مرة يتعرضون إلى زيارات الأمنية، يعني سكنهم اللي هو في الحقيقة سكن متواضع جدا. حالة الرعب، حالة الخوف الشديدة اللي عاشوها عاشتها أسر ظرفة خلتهم إلى أشهر كثيرة ينتقلوا إلى بيت الوالدة، يعني والدة السيدة ظرفة. يعني مؤخرا ربما برك رجعوا للمتابعة الدراسة، يعني لأن المدرسة أمام المقر السكن. أكيد أنه أن يصل أو أن تقرأ اسمها ضمن استدعاء، اللي هي طفلة قاصر عمرها 14 سنة، مع ما يحدث يعني الكثير من السجناء الآن غير محاكمين، وضعية السجون كذلك تصلها أخبار عن السجون من خلال زيارتها الوالدها، أتصور أنها الآن تعيش حالة رعب شديد، خوف شديد، حتى مهما كان يعني الناس ربما أو أي شخص يتصل يطمنها يقولها راكي قاصر مش حتتعرضي إلى السجن، مش حتتعرضي إلى متابعات، ولكن تبقى قضية شتوان في الأذهان، وبالتالي أكيد أن الوضع نتاعها ماهوش هين. بالعكس هي الآن تحتاج هي أسرتها وكل الأسر في الحقيقة، سواء الأباء المسجونين أبنائهم بكل يعني زواجهم أمهاتهم كلهم في الحقيقة يحتاجون إلى الكثير من الدعم النفسي، لأنه غياب احنا هذا الشيء عشناه ونعرفوه، يعني أكثر الناس اللي نقدر نفهموا هذا الأمر احنا عائلة مختطفين بحكم أننا تجرعنا من هذا الألم ربما في ظروف أقصى صحيح، ولكن كذلك حتى الناس الآن راح تعيش هذا الظرف نفسيا اجتماعيا لما معيل الأسرة يكون غير موجود وتضطر أن تعيش على الإعانات، ثم حتى الإعانات في الوقت الحالي تصبح تهمة، وبالتالي الناس اللي كانت تتبرع ولا كانت تمدت ولي تخاف كذلك على أنها تتقرب من الأسر لدعمها ماديا، يعني الوضع اجتماعيا نفسيا كذلك حتى على المستوى الدراسي يعني معرفيا أكيد أن له تبعات وتبعات كبيرة، وهذا في حد ذاته انتهاك إضافي لحق الإنسان في أن يعيش في ظروف تمنح له الكرامة على الأقل. طبعا في هذه الحالة طبعا حالة التضييق حتى الذين يساعدون ويتابعون، مثل حالة مثلا السيدة الأستاذة الجامعية بريكسي ابنة شهيد، واحد من أبرز شهداء الجزائر، التي عندما وقفت لينقل أنها عندما وقفت للمحاكمة وسئلت حول الموضوع لأنها كانت تساعد مع متابعين آخرين عائلات معتقلي الحراك، أنها لولا التضامن لما درست هي لما استشهد والدها، وكانت تعاني عائلتها أمها بمساعدات الجزائريين حينها استطاعت أن تدرس وتصبح أستاذة جامعية. يعني هذا المشهد بأبعاده الأخلاقية في رأيك أستاذة وسيلة بلطرش، يعني كيف يمكن ربما كيف يمكن نقرأ نفسية شخص يتابع مهما كانت مسؤوليته، يتابع فتاة في 14 من العمر، كيف يمكن تفسير منطقيا عقلية مثل هذه العقلية ونفسية مثل هذه النفسية، وينسحب طبعا على حالات أخرى، حالات الظلم والحجرة للنساء ولسعيد شتوان ولمواطن جزائري من يعانون الآن في السجون، سواء الآن أو مثل ما أشرتي عقود طويلة من المعاناة. الحقيقة الأمر لا يمكن أن نظر إليه من الناحية النفسية عندما يتعلق الأمر بنظام شمولي تعود على هذه الممارسة. الهدف من التضييق على يعني التشكيلة في الحقيقة تشكيلة السجناء اللي هي كانت في البداية فقط شباب، ثم تحولت إلى شباب وقيول، ثم امتدت إلى السيدات، والآن إلى في صورة نسرين أو كذلك في صورة شتوان إلى البراءة إلى الأطفال إلى القشر. المفهوم الوحيد اللي نقدر نفهمه أنه الهدف واضح، بات واضحا
ترهيب كل الفئات، ترهيب الفئات العمرية، ترهيب الأسر كذلك، يعني من نوع فوق اللي يفكر أنه ابنه يخرج يخاف عليه، ولا زوجته تخرج، ولا بنته تخرج يخاف عليها إلى غير ذلك. يعني إعادة بعث الرعب مجددا في أوساط المجتمع، لأنه حراك 22 فبراير أول شيء كسره هو حاجز الخوف. الناس يعني الحمد لله أننا الآن في ظل التواصل الاجتماعي وفي ظل التكنولوجيات الحديثة، وإلا فإننا كنا سنعيش فترة حقبة ثانية أخرى تعذر عليهم الأمر بالنظر إلى هذا التطور الذي نحن فيه، وإلا ما يقومون به ليس أبدا بعيد على ما حدث في التسعينات، وهو بس الرعب في أوساط الجميع كما حدث في التسعينات. يعني الناس اللي كانت تدعم الأسر، أسر سجناء، أسر خاصة في وقتها الناس اللي دهم إلى المعتقلات كانوا بالألاف، يعني المعتقلات احتشدت الصحراء، بعدها تعرضوا أغلبهم إلى السجن أو إلى الاختطاف القسري، يعني على مستوى الأجهزة الأمنية عندهم قوائمهم، هذا يتحرك، هذا يدعم، هذا إلى آخره. فاللحظة ليأتي الأوامر إلى القيام بالتضييق سيقومون بالتضييق. أما النفسية اللي لازم نخموا فيها هي نفسية هذه الأسر، واللي يجب أن نركز عليه واللي هي رسالة اللي لازم نقولوها للناس اللي كانت موجودة في الحراك. صحيح أن الحراك الآن متوقف، ولكن الحراك ليس مجرد مسيرات، ليس مجرد وقفات، ولكن الحراك كذلك في أن نتضامن بطريقة أو بأخرى. نحن بكل صدق وبكل أمانة مقصرين ومقصرنا جدا في حق هؤلاء السجناء. يعني لو كل واحد فينا فقط يبعث رسالة إلى هذا السجين، إلى أسرة هذا السجين، رح يرفع كثير من المعنويات. وإحنا كعائلة مختطفين عشنا هذا الأمر في السنوات الفين، يعني كانت تأتينا رسائل من الخارج، من فرنسا، من سويسرا، من هولندا، من كثير من البلدان، كانت منظمات حقوقية تعطي للأطفال باش يكتبوا رسائل إلى أبناء المختطفين يقولون لهم نعلم بقصتكم ونحن متضامنون معكم. عندما تأتي هذه البطاقة خاصة في نهاية السنة، يعني في هذا الوقت مثلا تأتيك هذه البطاقة كابن مختطف أو كزوجة مختطف، صدقني أن لها دور، تقول في نفسك على الأقل هناك من فكر فيه ولو من الخارج ولو لا يعرفني. وبالتالي هذه كذلك يجب أن يتطور عندنا فكر التضامن، وهذا هو الكسر الحقيقي لجدال الخوف، أن تتضامن مع القضايا العادلة ولا تخشى تبعات ذلك. يبقى معنا دكتورة وسيلة بلطرش. سيدة يمينة مغراوي، طبعا يبقى في الحبس أكثر من 300 جزائري، بينهم الآن أربع نساء مع إطلاق سراح ريما زايدي في سيدي أبو العباس بعد انتهاء محكوميتها، بعد إثر ستة أشهر قضتها في الحبس. طبعا هناك معاناة هؤلاء ومعاناة المتابعين كذلك، تحدث عن ألاف، ومعاناة العائلات كذلك، من ليس لهم عائل، والبعد وحالات نفسية ومعيشية صعبة، ليس كذلك؟ أنا قبل ما نجاوبك على السؤال هذا ماذا بيا نعاود نرجع للقاضي اللي استدعى، ولا اللي كيفاش نقولوا، اللي حط اسم سيرين ظرفه مع المتهمين والموقوفين والمسجونين واللي راهم يستناو في الحكم نتاعهم. هذا القاضي لو كان في دوله قانون كان يتابع، لانه قام بخروقات قانونيه فادحه، هذه الجريمه قام بها. لأن الشيء اللي قام به هذا القاضي شيء لا يستهان به وما يسكتوش عليه، لأنه شيء خطير جدا، لأنه كان فيه سابق للطيف الشتوان، وكان فيه سواق أشياء سابقة أخرى، وزادت اليوم طفلة مولاة 14 سنة اللي كانوا تكلموا عليها ظروف، وعلى وضحها ما نزيدش نطول في هذا الوضع. هذا القاضي من المفروض اليوم اللي ما عندوش ضمير واللي قام بهذه الأشياء إلا لأرضى سياديه الأسياد، يجب من المفروض يوقفوه، لأنه هو كقاضي كرأي القانون اللي من المفروض يحرص على القانون قام بخروقات فادحة وبحة للقانون في حق الأطفال. نقول له ما كساكمش حرمتوا الأطفال من تربية لائقة، vous avez privé nos enfants d'une éducation ديسانت، أحرمتوا أطفالنا من حق في الصحة،
في الوصول الى 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 الصحه، لان اطفالنا اليوم مش قادرين يعالجوا، اطفالنا اليوم محرومين من معيشه لائقه، محرومين من ترفيه، محرومين من كل شيء. زدتوا تحرموهم من الحريه، زدتوا ما كفاكمش توقفوا والديهم، ما كفاكمش ترعبوهم، ما كفاكمش تفتشوا ماذا تسيروا دموعهم، ما كفاكمش تفتشوا لهم المنازل ترعبوهم في الليل والنهار. هذا لانه الشيء لربما يصبح للناس شيء بسيط ولكن شيء خطير، خطير جدا كما قلت من البدايه. هذه خطوه جديده في الرعب اللي راهم يقوموا به داخل العائلات. يعني انا هذا هو اللي نبغي نلح عليه، لانه الوضع راح الوضع خطير جدا جدا، وما لازمناش وما رايحينش نسكتوا على اطفالنا ابدا. شكرا جزيلا لك سيده امينه مغراوي الناشطه الحقوقيه والنقابيه، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. استاذ سعيد زاهي محامي الفتاة سيرين يقول سيد الأستاذ عبد الحليم خير الدين إنها سابقة خطيرة أن تحاكم طفلة على خلفية وقائع سياسية، ويقول أنه سيطلب لأنه لا يمكن محاكمتها، سيطلب أن لا يتم ذلك، وطبعا ستحاكم مفروض من القاضي الأحداث. في رأيك هل هي خطأ فقط فمع ما بدا أنه محاملة بروباغندا كذلك للقول أنه لا يمكن محاكمتها، ربما انخرط فيها حتى كما انتقد حقوقيون، أم أنها مقصودة كما يقول مثلا، كما كانت تقول السيدة أمينة مغراوي، كما كان يقول كما قال سعيد صالح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنها سابقة والسلطة تتجاوز عتبة جديدة في تصعيد القمع، وهذا تنكيل بالعائلات بأكملها، والسلطة تريد إخافة عمليين العائلات للدفاع عن حقوقهم. سي جمال، من الناحية القانونية المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة في هذا الشيء، ولا يوجد أي قاضي يحاكم حدثا لم يبلغ سن الرشد الجزائي أن يحاكم، وحتى وإن قدمت له سيحكم بعدم الاختصاص وتقدم أمام قاضي الأحداث، هذا من الناحية القانونية الإجرائية البحتة. لكن أتكلم من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية، لماذا توقف فتاة وتسمع في لدى الأمن ويحرر لها ملف ومحاضر وتقدم إلى العدالة؟ هنا سؤال مطروح. والدها بالسجن وابنته، هذا استغفر الله يا ربي، كذا يعني من المفروض هذا الشعب هذا، والله خليني نعاودها معليش سي جمال، 130 سنة عرف أبشع استعمار في تاريخ البشري، عانى الشعب الجزائري ما عاناه من ويلات المستعمر، أكثر من هما يقولون باللي 5 ملايين، أكثر من 10 ملايين في خلال 130 سنة، وعائلات وقرى هجرت ودمرت يعني هذا المفروض أن الجزائر، إلا الجزائر البلد الوحيد الذي لا نشهد فيه مثل هذه الحالة. بالأمس القريب برك عندنا 200 ألف ضحية و70 ألف مفقود واقتصاد منهار، وعشنا وبرغم من أن هؤلاء المسؤولين كانوا في التسعينات، حتى الرئيس الحالي كان وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية إن لم تخني الذاكرة. معناه صارت حوادث، متى تعتبرون؟ شكون هذا اللي اعطاه الحق ولا القانون باه يمرمد ولاة الجزائريين بالطريقه هذه؟ ماذا قدمتم للجزائر؟ شعب راه شعب صبور، الشعب اللي من المفروض يحاسب هؤلاء المسؤولين على التسيير الكارثي، الى ان توسطنا الجزائري حاير في كيلو بطاطا وفي في 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 لتر زيت وفي شكاره حليب. راه صبر، عايشين في محمية يملكون ملك السماء والبحر والأرض، وتحوس زي تملك فكري، إلا الفكر لا يمكن ملكه. هذه فتاة خرجت مع والديها، كيفاش توقفها وتديها للمحضر للأمن وتوجد لها محضر وتقدمها للعدالة؟ بأي أخلاق هذه؟ وأي ومن خولك؟ كاين نخوة عند الجزائري، عندنا خصوصية جزائرية الواحد يحافظها، كاين نيف جزائري، أنت تحط الناس في الحبس
وتحوس عائلاتهم تجوعهم. لماذا تحوس تخوف الناس بأي حق؟ لماذا زرفة ما يحاسبكش انت واش قدمت لزرفة؟ ليه الطفلة هذه سيرين 14 سنة ما تحاسبكش انت للداوي في الخارج وولادتك بالجواز سفر الدبلوماسي وكي تمشي في الطريق يحلوا لك الطريق تحلها بسلاح للناس ما يهمكش لا سيركيلاسيون تاع الناس ما يهمكش مشاكل الناس وتجي لمجرد واحد يخرج يرافع الدرابو الجزائريان يمشي في الطريق ويطالب بحقه ولا يتجمر كاش عامين ما تكسرش كاس تجي تصنف الجزائريين تصنف وتسجن الجزائريين وتزيد دير مادة ترجع الجزائريين إرهابيين. أنا عمري ما شفت في قانون ما كاش فعل إرهابي والجريمة والناس تحط في العبسة على جل جريمة لم ترتكب وتطلب من المستثمرين في الخارج يجوا الجزائر وانت رجعت للبلاد هذه باللي راهي غير مجموعات إرهابية. التصرف غير مقبول ولهذا التصرف حدود. الناس هذه بالسياسة الأمنية القمعية في كل البلدان وفي كل التاريخ أثبتت أن رد فعلها يكون أكبر. العنف لا يولد إلا عنفا أكثر منه. وما تقول ليش الخيانة والوطنية أنني قلت لك معيار هناك فيديو في عنابة كذلك لوالدة مجاهدة وزوجة مجاهد لابنها عزو باللصيف يعني نابا فيديو وهي مريضة تعاني تدعو إلى إطلاق سراح ابنها كذلك وهناك حالات طبعا. كثيرة مش لا يعترفون لا بالجهاد ولا بالشهداء ولا الذي يحترم الشهداء لا يفعل في بلدي مثل ما فعلوا. أنا أقولها جملة أقولها وأؤمن بها وأعيد والله يا سي جمال والبلاد هذه لو كان أعطوها العدو وقالوا له تصرف خسر فيها هكذا ما قدر يخسر فيها هكذا ما نغطوش شمس الغربال وما نبقاوش نهربوا بالخوانة والجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة منكم أنتم فقط. اتركوا هذا هؤلاء الجزائريين يعيشوا ويوروا لكم وشن هي الوطني. خلوا الشعب الرقيق هذا يتصرف كما يحب ويخدم بلاده وتشوفوا الوطنية الحقيقية ما هيش وطنية اللي ترفض من خزينة الدولة وتروح تشري لي في الخارج وتتهم الناس بالخوانة بالخوانة وأولاد فرنسا وكذا وكذا. كفوا من هذه السياسة وحطوا رجليكم في الماء البارد وحاولوا أنكم تعيشوا بسلام مع شعبكم لأنه المستقبل للشعب اليوم أو غدا أو في المستقبل الشعب سيقول كلمته. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد زاهي المحامي عضو هيئة الدفاع المعتقلي الحراك. نسمع الآن ماري أرينا منسقة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. Le respect de la liberté d'expression et de manifestation sont donc garantis par la constitution algérienne. Et pourtant, des dizaines de personnalités sont actuellement en détention pour avoir simplement exprimé une option sous le prétexte qu'ils porteraient atteinte à l'unité nationale. Des médias ont été mis sous pression et ont dû cesser leur activité ainsi que des ONG. À travers notre résolution, le Parlement européen exhorte les autorités algériennes à libérer tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Les droits humains et les libertés fondamentales que l'Algérie s'est engagée à respecter doivent être garantis, en particulier les libertés d'expression et de manifestation. L'Europe est amie de l'Algérie, mais surtout amie de tous les Algériens et les Algériennes. Il est de notre devoir de rappeler les priorités communes de partenariat adoptées en mars 2017, dans lesquelles les deux parties ont réaffirmé leur engagement à respecter les valeurs universelles de la démocratie, de l'état de droit et des droits humains. إذن أستاذ صفيان شويطر هذه الصورة في الخارج والتقارير الدولية كذلك اليوم في الجزائر كذلك هناك اجتماع ثاني اللي في مقر الRCD لتشكيل جبهة ضد القمع وللدعوة لإطلاق سراح ناشطي الحراك وأصحاب الرأي في مقابل السلطة. بالعكس الوضع تمام مرة وفي نفس الوقت هناك سجناء رأي بوزيد الزهاري كان ينفي أن هناك سجناء رأي الآن بالعكس يقول الدولة الرحيمة التي يجب أن تنظر إلى قضايا ناشطي الحراك. هل تتذكر في التسعينات عندما كانوا ينفوا حالات وجود الاختفاءات القصرية كانوا ينفيوا كان ما يسمى بالرئيس المرصد آنذاك
المرصد الوطني لحقوق الإنسان اللي هو يعني للآن ما يسمى بالمجلس حقوق الإنسان اللي ترأسه الأستاذ بوزيد الزهري، كان الدكتور كمال رزاق بارا كان ينفي وكانت هناك كانت حتى القاضية اللي أصبحت عضو الآن حاليا في المحكمة الدستورية الجديدة في جريدة ليبرتي عندما بدأت في 98 العائلات المختطفين قصرا بمسيرات وتجمعات بشكل يعني مستمر وقوي لطرح القضية تاعهم، كتبت رسالة ونشرت في جريدة ليبرتي موجودة في ليزارشيف، وان كانت تنفي هي كذلك لأنها كانت بوق من أبواق النظام، وكانت تقول بلي لا الشرطة ما تعتقلش إلا بالأدلة إلى آخره، إذا كان الشرطة تعتقل بالأدلة مانيش عارف علاش داروا القضاء، مانيش عارف علاش داروا القضاء ويقرأ الملف ويفصل بالبراءة ولا يفصل بالإدانة إلى آخره، لا علينا. المهم هذا التكرار تاع النفي هذا معروفين، ولكن الإصرار لأن طال الزمن أم قصر الحقيقة هي التي ستنتصر. ناصرنا قضية الاختفاء كانوا ينفيوا، كان يقولوا بلي ما كانش منها الاختفاءات القصرية، كان يقولوا بلي الأشخاص الذين تقولون بأنهم مختفين قصرين كانوا هربوا الجبل واللي راح مانيش عارف اللي راح لأوروبا إلى آخره، وتحديناهم قلنا لهم مادام عندكم أنتم معلومات لهاد الأشخاص راحوا لأوروبا أعطيونا الأسامي، شكون هما هادو الناس اللي راحوا اللي هو مختفين قصريين اللي راحوا لأوروبا، أعطيونا أنتم دولة عندكم ممثليات دبلوماسية، جهاز مخابرات إلى آخره. بوتفليقة قال الأم أمين معاه ما مش في جيبي. نعم ما هوش في جيبه، أعتقد أنه ما هوش في جيبه، ولكن يتحمل مسؤولية كرئيس الجمهورية. وأكرر الناس اللي تكلموا بزاف على الخونة، الخاين هو الذي أقسم على المصحف الشريف باحترام حقوق الإنسان وحرية الأساسية. بالنسبة لرئيس الجمهورية نداك رئيس بوتفليقة حتى ولو ما كانش مسؤول في التسعينات، ولكن توابع الإرث الذي خلوه له المنظومة الحكم يلزمه أنه يفتح تحقيق، لأن جزء من حقوق الإنسان وهو ما يسمى لدرو دروكور وإظهار الحقيقة، هذا من جهة. طبعا استسمحك هنا أستاذ سفيان شويطر، الملاحظ أنه طبعا بوتفليقة سيصبح بعد أن كان يسبح بحمده تقريبا بين قوسين، كان يطبل بوتفليقة في وسائل الإعلام، ثم أصبح من العصابة قايد صالح وخطاباته بعد أن كان معه 20 سنة. اللافت أنه أمس في ذكرى وفاة القايد صالح ولا وسيلة من وسائل الإعلام التي كانت تمجد القايد صالح تكلمت عنه، لأن الفريق الذي نجح الوصبة ولا الجناح الذي كان يعارضه أصبح هو السيد. لو غدا تتغير موازين القوة داخل في الصراع العصر ربما نفس الشيء بالنسبة لتبون، نفس الشيء بالفريق شنقريحة، نفس الشيء بالنسبة بغض النظر ليس لدينا المعلومات الرسمية، يعني هناك أقاويل بالنسبة الفريق الجنرال ماجور قايدي، ولكن الشيء الرسمي هو تم نزعه من منصب الحساس إلى آخره بعد ما كانت حملة مانيش عارف راح يرجعوه هو البطل الجزائري، والآن أصبح يقال أنه سيتابع بقضايا الفساد والتآمر على الدولة كما كانوا هو نفسها كان رمز المنجل والباديسية النوفمبرية بالضبط إلى آخره. الكارثة في حقيقة الأمر عندما ترى أن الجزائر مادام الموضوع ما تكلموش على، لأن في كل المجالات وهي الكارثة تاع الترتيب العالمي بالنسبة للتربية، خلينا في الحقوق الفردية عندما تصبح الجزائر في أدنى مستوى العالمي من قبل المراكز في قضية الحريات الفردية، معناه أنك لديك مجتمع لا يتمتع بالحقوق الفردية ليبرتي انديفيديوال، يعني أنزعت من 40 مليون شخص، وهذا هو الواقع، بمجرد أنك تمارس هذه الحقوق تسجن، هناك سياسة تجريم ممارسة الحقوق. عندما يصبح مجتمع بدون حقوق، بدون تمتع الحقوق الفردية،
ما اصبحناش في مجتمع، ما اصبحناش طيب. في دوله يعني اصبحنا طيب. في استاذ سفيان شويطر استسمحك، الوقت يضغط علينا وساعود اليك نختم النقاش معك، ولكن دعني اعود الى الدكتوره وسيله بن الاطرش متحدثه باسم تنسيقيه عائلات مختطفين. طبعا المختطفين طبعا فصل من فصول هذه المآساة المستورة في الجزائر كما يؤكد حقوقيون. المفروض الجزائر تعلمت الدروس من مثل هذا الملف، 20,000 مختطف ومفقود، وما زال قضية سجناء السياسيين التسعينات، وحتى قبلها حالات التجاوزات حقوق الإنسان التي عادت بهذا الشكل في الجزائر. دكتورة وسيلة بن الأطرش. ألو. نعم دكتورة وسيلة، هل أنت معنا؟ بصعوبة أستاذ جمال صراحة، أني لم أسمع السؤال، إذا في إمكانية للإعادة. السؤال هو باعتبارك متحدثة بتنسيقية عائلات المختطفين والنقاش حول حقوق الإنسان في الجزائر وملف المختطفين المفقودين مختفين قصرين، نتحدث عن 20,000 وهو فصل من فصول طويلة لمأساة حقوق الإنسان للبلد، المفروض يتعلم دروس من مثل هذه المأسات، ليس كذلك؟ هو كذلك أستاذ جمال، بالعكس قضية الاختطاف القسري شأنها شأن سجناء التسعينات، وقضايا القتل خارج نطاق القانون هي الشاهد على جريمة ارتكبت من قبل أجهزة نظامية بقرار من سلطات عليا من قيادات عليا لا يمكن أبدا السكوت عنها. المرتكبين الفعليين لهذه الجريمة إلى الآن موجودون، هناك من رحل يعني فضت نفسه إلى الله ولكن الكثير كذلك الآن موجودون وعادوا بقوة، كذلك بعضهم الآن بصفة مستشار، وهذا الأمر يؤلمنا كثيرا كعائلة مختطفين، يؤلمنا من حيث أننا للأسف وجدنا أنفسنا لعشريات نناضل وحدنا في الساحة، واليوم كذلك نشهد انتهاكات، صحيح أنها ليست بنفس الفظاعة ولكن لا أحد يمكنه أن يتكهن إن كانت هناك سيحدث انزلاقات أخرى مستقبلا، وبالتالي من تخلى على قضايا التسعينات، من تخلى على قضايا سجناء التسعينات والقتل خارج نطاق القانون، من سمح بالفلات من العقاب هو اليوم مسؤول مسؤولية كاملة على كل ما يحدث من انتهاكات حاليا. قضية الاختطاف القسري وأنتم تتحدثون على السيد بوزيد الأزهري، كنا قد التقينا به ذات 10 ديسمبر 2018، كان وقتها الأمين العام أو المسؤول اللجنة القانونية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كنا قد طلبنا مقابلة السيدة زروقي صفا بخصوص السجين كذلك سجين رأي عبد الله بن نعوم الذي وقتها كان مضرب عن الطعام وكانت حياته كما اليوم في خطر، بناء على نص دستور أو ميثاق العار في الحقيقة. إذن قضيتنا هي قضية من التسعينات ولكنها حاضرة حية إلى اليوم، حية لأن هناك عائلات مختطفين، رانا نقف كل أسبوع في جمال الأربعاء في العاصمة والخميس في قسنطينة، في 10 ديسمبر هذا العام يعني رغم الأمطار رغم البرد يعني أصرت أمهات زوجات أبناء المختطفين على أن تكون ولو وقفة رمزية للتذكير بقضية الاختطاف القسري. من يريد أن يبني دولة القانون دولة العدالة لا يمكنه أبدا أن يقفز على قضايا على جرائم ضد الإنسانية في الحقيقة كهذه التي عشناها، ولا يمكن أبدا أن يجعلها تمر دون حقيقة ودون عدالة، وإن بكل بساطة هو يرسم لحدوث انتهاكات أخرى لأنه تصبح يعني بالتكرار، يعني تصبح عادة، يعني حدثت يمكن تكرارها إذا لم يكن هناك متابعة، وهذا الذي عشناه في الحقيقة. يعني من سمح لأن يكون هناك ضحايا أكتوبر ما يديوش حقهم لكل الضحايا اللي جاءوا من بعد، لغفل على حقوق هذا الناس وغفل على حقوقنا كضحايا في التسعينات، اليوم هو مسؤول مسؤولية كاملة على كل انتهاك يحدث سواء لقصر أو لأي كان. الآن المسؤولية الآن علينا جميعا، مسؤولية تقع على الحقوقيين أولا، لأنهم وهنا لو سمحت لي نشكر شكر كبير السلة القليلة من المحامين اللي ظلت صامدة واللي تتعرض إلى الكثير من التضييق، ولكن هي الآن فيها بصيص من الأمن لأنها على الأقل هناك من يوثق
نتمنى أنهم يتكونوا بشكل أكبر، يوثقوا بالطريقة الصحيحة وليتعاطوا مع، ما لازمش يخجلوا ولا يخافوا في التعاطي مع الهيئات الدولية، لأنه هذا النظام سامحني ما يحشمش ما يخافش من 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 متابعات هنا في الداخل، لكنه يتحرج من أي اتصالات خارجية. لذلك الآن نسمع بعض الناس يتحدثوا على إمكانية حدوث عفو لن يكون الهدف منه إعطاء الحقوق لأصحابها، ولكن تهدئة التضييقات التي يتعرضون لها من الخارج. إذن سي جمال، قضية التسعينات هي القضية الأم. الناس اللي في الحراك، في بداية الحراك بعض الناس قالك ما نفتحوش جراء الماضي وخليونا نتقدموا. لا يمكننا أن تؤسس دولة القانون على دماء وحقوق ضيعتها هنا يعني مش حاجة بعيدة. إذا ما راناش نحكيو على قرن من الزمن، رانا نحكيو على بعض السنوات، والمتسبب في تلك المآسي هو نفسه الآن اللي موجود، هو نفسه اللي راهو يحكم فيك. إذا أن تبني جزائر جديدة أو أن تبني ديمقراطية على أسس صحيحة صلبة، لا يمكن أبدا أن نقفز على المظالم، ولا لازم تكون عندنا الشجاعة لمواجهة البشاعة هذيك اللي عشناها، وتكون عندنا القوة الكافية لتقبلها كذلك، لأنه في النهاية احنا كعائلة مختطفين عارفين أنه الأغلبية الساحقة من أبنائنا هم اليوم في دار الحق. ما نشرح نقول أنهم رجعوهم من أحياء، ولكن نملك كل الحق في معرفة الحقيقة في ماذا حدث لهم. هل الموت كان تحت التعذيب؟ هل الموت كان بعد سنوات؟ ونفس الشيء يسقط على سجناء التسعينات إلى اليوم اللي عنده 20 سنة 25 سنة مازال قاعد في السجن، هو مريض ولا ما عنده حتى خطر، يعني لا يشكل أدنى خطر لا على هذا النظام. ما عطاهمش حتى فرصة أن يموتوا في فراشهم وسط أهلهم، يقضيوا ما تبقى من عمرهم العامل الاثنين اللي بقى لهم في كنف الكرامة. إذن هي أم القضايا يا سي جمال. شكرا جزيلا لك دكتورة وسيلة بلطرش، الأخصائية النفسانية المتحدثة باسم تنسيقية عائلات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من قسنطينة. أستاذ سفيان شويط، نختم معك سيدة دكتورة وسيلة، وأنت كنت تشيرين إلى البعد الخارجي، هذه التقارير الدولية، طبعا الأمم المتحدة، باشلي مثلا رئيس التشيلي، عنوان لهذه الانتقادات الأممية، جزائر بمقارنات يعني ببلدان مثل تشيلي، جزائر مفروض تعلمت دروس من مآسات ما حدث، لكن بالعكس يبدو أنها تكرر مكرر ولو بصفة أقل كما تشير دكتورة وسيلة بلطرش، بينما دولة مثل تشيلي تذهب في تعلم الدروس من دروس حكم العسكر الدكتاتورية إلى ديمقراطية، تداول سلمي، آخر انتخابات فاز فيها شاب يساري في 35 من العمر. أكيد للأسف، وهذا ما قلناه يعني للجميع سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، أن قضية هذا النظام على ما جابه بوتفليقة وجماعته إلى آخره، وتم إحالة البعض من التقاعد من كان لديهم المسؤولية. قلنا بلي أن الإفلات من العقاب، البعض يقول بلي خلاص علينا نطوي هذه الصفحة، وهذا ما كان يستعمله النظام آنذاك على المستوى الخارجي، كان يقنع باللي خلاص وقعت ما وقع والان نحن نريد. الان اثبتنا يعني الواقع اثبتنا عن ما ترى رجوع لمؤسسات حكوميه، مؤسسات امنيه، لجنرال مهنا جبار للمدعو ما يتهم من زملائه السابقين، كان من الفرق الموت ما يسمى المدعو ناصر الجن، واشارت الأستاذة الدكتورة بلطرش حول هي تقصد الجنرال مجاهد إلى آخره، الذي في بعض الكتب بعض شهادات للضباط السابقون ورد اسمه واسم حتى شنقريحة في وقائع إلى آخره، ولم يردوا على ذلك هذه الاتهامات التي كانت محل بيبليك يعني العامة، ما هيش أمر سري. عن ما يرجعوا فهذا معناه ما يثبت ما كنا نقولوه، أن الإفلات من العقاب سيشجع على مزيد من التكرار، أن قضية العدالة والإنصاف هي مش قضية انتقام وإنما قضية عدم وضع تكرار. يعني مثلا هذا الشخصية
ناصر الجني لماذا تعاود؟ هل المؤسسة الأمنية، هل مؤسسة الجيش ما عندهاش إطارات نضاف، شبان درسوا قراو ونضاف، ما عندهمش أيادي له التعديل والقتل خارج نطاق القضاء؟ هذه خبرة أمنية. هل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختطافات والمداهمات هذا عملية أمنية أم أنها جريمة؟ هل أن الإنسان عنده الخبرة في الإجرام في جرائم ضد الإنسانية؟ وأنا أقول لك القضاء السويسري اللي يتابع الجنرال خالد النزار بجرائم الحرب، يعني مش فقط ادعاء تاع منظمات غير حكومية أو تاع حقوقيين، بل هذه اتهامات رسمية. هذا الكلام حتى في المراسلة تاع 27 سبتمبر 2021 عندما يتكلم على جرائم ضد الإنسان تاع الأمم المتحدة للحكومة الجزائرية، يتكلم على جرائم ضد الإنسانية التي وقعت في التسعينات. إذا هذه القضية مش قضية تاع معارضين ولا بين قوسين الخونة، البعض الخونة إلى آخره، وهذو الضعفاء اللي يستعمل كلمة الخونة، هذو الناس ضعفاء من حيث الأخلاق ومن حيث العلم القانوني، لأنه يعني ما يعرفش أصلا واش معناتها خيانة، القيانة والأركان المؤسسة لله، حتى ولو كان عنده دبلوم في الحقيقة الأمر، لأنه هذا هو المشكل في الجزائر، تلقاه عنده دبلوم كبير ولكن في المستوى ماهوش قادر حتى يدير. وأنا نظرك صراحة ماهوش من باب الفوق للزوق تشوف الأجوبة تاع الحكومة الجزائرية عندما نقدم شكاوى أمام الأمم المتحدة، كارثة. يعني أننا نطعنهم في القوانين، أنا نحتج بأن حتى القوانين اللي صدرتها الجزائر هي لا توافق القانون الدولي، وهو يحتج لي بالقانون الوطني. يا يعني يعطيني يعني وكأنه طيب. عجيب، يعني تعطيني في الرصاص نستعمله ضدك، يعني تعطيني الحجة، يعني ما فهمتش أن المنظومة طيب. الحكم مش قادرين يوظفوا ناس درسوا وجابوهم الخارج إلى آخره. إذن أنا نقول باللي الناس الأمور أصبحت هناك ضغط حقيقة، أن المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ما عندهاش الجزائر، عندها العالم كامل، والعالم كامل في كثير من المناطق تشهد، وبالتالي الآثار تاع الشكاوى الناس يتملوا ولا يفقد الأمل تاعهم تأخذ وقت، ولكن لابد أن نواصل في النضال تاعنا، التوثيق الانتهاكات على مستوى الداخل والتنسيق مع الخارج لتحسيس هذه المؤسسة الدولية للمزيد من الضغط. وأنا فقط في النهاية تلقى هناك ضغوطات قد لا نراها في المناقشات الخاصة، في اللقاءات الخاصة، هناك الحاد ما هيش ظاهرة ولكن موجودة، وإحنا نعرف في هذا المجال لأنه فيه نوع من الضغوطات. النظام الجزائري في عزلة عالمين، ولا واحد أصبح يتكلم على الجزائر ولا يريد التعامل أصلا مع الجزائر إلى آخره، بسبب هذه الصورة السيئة التي يقمع شعبه. شكرا لك صوفيا شويتر، المحامي الخبير في القانون الدولي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من كندا. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.